ماشي، أنا بتشكرك كتير سيدي، مع السلامة. حكيت مع مكافحة الإرهاب، رح يفحصوا كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وإذا عرفوا شي بيخبرونا فورا سيدي. شلون محافظ؟ شلون رح يكون؟ وضعه سيء هو وفاطمة. سيدي ما رح يملوا أبدا، قتلوا ودبحوا غدر، ما فين يواجهونا ويحاربونا مثل الرجال. ما فين يواجهونا، ما عندهم لا القوة ولا الشجاعة ليساووا مثل هيك شي. يعني رح يضلوا يلعبوا أوسخ أنواع الألعاب لحتى يحرقونا. يا ريت لو هنن عم يلعبوا هالألعاب. نحن هون لحتى نمنع هاي الألعاب، ولهالسبب اسم الجهة يلي نحن مرتبطين فيها القوات الخاصة. كيف رح نوقف وساختهم؟ منداهم كل جحورهم ونقطع جسورهم، هيك بتنتهي. هيك بالضبط، رح نداهمهم بكل مكان لنوصل للراس الكبير. رح نداهمهم، ما رح نترك دم شهدائنا يروح الفاضي، ورح نرجع ابن أخونا من بين إيديهن بأي تمن. يا جماعة أنا رح جن على الآخر إذا ضلينا قاعدين هون. طيب يلا طلع شم شوية هوا. أنا منيح هيك سيدي. بلا عناد، روح اشرب لك كاسة شاي وكلك لقمة. يلا. أي أكل سيدي، ما ألي نفس على شي. ليك أخي، الكل عم يدوروا على الولد، بس يخبرونا على مكانه منتحرك فورا. ليك اطلع على حالتك كأنك طالع من القبر شبك، ما بصير هيك. يلا قوموا لشوف، روحوا يلا. سيدي خبرونا بس تخلص العملية. ماشي عاشق، ماشي لا تقلق. طلع من العملية سيدي؟ ايه الحمد لله طلع. وشو الوضع؟ نجحت العملية، نشكر الله. فينا نشوفه؟ طول بالك، لسه هلأ طلع من العملية، لازم يضل بالعناية المشددة هاي الليلة. ايه الحمد لله، أتعش قوي ورح يتجاوز هالمحنة. الحمد لله، ما ضل غير نقز ابن أخي حافظ. نتشكرك على اللي ساويتي إلام، أنا ممنونك كتير. لا العفو، بس ما قدرت أنقذ البيبي. رح لاقي ابن أخونا، لا تشغلوا بالكم، كاميرات المراقبة صورت هديك المرأة. إيه هذا الشغل سيدي، يلا نروح نخلص ابن أخونا من إيده. خلونا نروح على الكتيبة لكان، أضل شي نساوي هون. تحت أمرك. أمرك سيدي. وخبروا حافظ كمان. أنا بخبره. اسم عمليتنا كارتال، كل واحد بيعرف لقبه. تنتبهوا كتير منيح، ممكن ما تكون المرأة لحالها. هدفنا الأول نجيب ابن أخونا. من أي طرف حافظ؟ من هالطرف سيدي، بعد ساعة منكون بأول ضيعة. طيب ليش يعني ما منروح بالسيارة؟ لأنه ما منعرف إذا راحت عالضيعة، بجوز تخبت بالغابة. لهالسبب مجبورين نلحق أسرى خطوة بخطوة. قولوا يا رب. نحن بالطريق الصحيح. طيب كملوا. أنا ندرت ندر ليتعافى أتاش ونلاقي الصغير رح أدبح جاجة. حاجتك بقى معقولة بس جاجة؟ ماشي بدبح خاروف، بدبح عجل، والله أنا مستعد أدبح قطيع، بس المهم يتحقق هالشي. بعدين أنا المسؤول عن طور أحمد كارتال. حافظ قالك هالشي؟ لا. إيه لك، ليش لا تكون أنت المسؤول؟ ليش مين رح يكون غيري؟ أولاد كل أخوتي أنا رح أكون المسؤول عن طوره. نحنا هيك اتفقنا. إمتى اتفقنا على هالشي؟ خلاص نحن اتفقنا وبس. استغفر الله العظيم.
مرحبا يا مختار. تفضل يا ابني. عم ندور على إرهابية اجت على هي الضيعة امبارح، وفي معها ولد صغير. تعرف وينها؟ لا والله ما بعرف أي شيء، وأهل هي الضيعة ما بيسمحوا للإرهابيين يفوتوا، وإذا فاتوا على الضيعة منخبر الشرطة فورا. أنا لاحظت إنه في حدا فات على مزرعتي، بتحب تتأكد؟ وأخذوا حليب من المطبخ. والله ما في غيره. يلا عم. تفضل. أنا دورت وما لقيت أي حدا، بس بجوز تكون رجعت بعد ما رحت. أحمد كارتال، هاي لإله. سيدي، هاد دم. يا ربي، دخيلك حميلي ابني. بس ما تكون هالمجنونة ساوت شي للولد. لا تفكروا بالشي الأسوأ فورا. لو أزت الولد لكانت تركته هون. في ضيعة تانية قريبة من هالمنطقة؟ ايه، في ضيعة كتير قريبة من هون. فينا نروح مشي؟ ايه طبعا، وقت يطلبوا شي بنت من عنا بناخد لهم اياها مشي على رجلينا. تمام. رد عليها، بركي فاطمة بحاجة شي. هي بحاجة ابنها وبس، وأنا ما في بإيدي غير هالقماشة هي الملطخة بالدم. شو بدي إلا سيدي؟ بس نلاقي أحمد كارتال وقتها منعطيها الخبر الحلو. ماشي مثل ما بدك، استعجل بلا ما نضيع وقت. يلا خير إن شاء الله يا أبني. شو المشكلة؟ عم ندور على وحدة. مين هي؟ مرأة إرهابية خطفت طفل صغير. حدا منكم شافها شي؟ لا والله ما شفناها، صرنا من الصبح عم نشتغل بالأرض، ولو حدا شافها كان خبرنا. سألتوا المختار؟ لسه هلأ وصلنا لهون. لا تكون بنت صباحات. مين صباحات؟ لا مستحيل، شو عم تحكي؟ قالوا إنه بنتها ماتت. لا مو هي، أخوها يلي مات. معناها ممكن تكون هي. ما في غيرها بنت انضمت للإرهابيين بهالضيعة، بيتهم جنب البيت الأبيض اللي بالساحة. شكرا، وصلنا لها إن شاء الله. استعجلوا يلا، اركبوا لنوصلكم معنا. طيب يلا. مجموعة كارتال، قلولي جاهزين؟ كارتال اثنين جاهز. كارتال واحد جاهز. كارتال ثلاثة جاهز. كارتال أربعة جاهز. كارتال خمسة جاهز. انتبهوا يا رجال، ما حدا يقوس قبل ما أنا أعطي أمر. كارتال واحد. كارتال واحد عم يسمعك. رح نتقدم، غطينا. تحت أمرك.
رجعوا! لا حدا يقوص ابدا. كارتال اثنين. عم بسمعك كارتال. الهدف مبين؟ مو مبين. اذا بتسلمي حالك من وعدك ما حدا رح ياذيكي. اذا بتفوتوا على هالبيت رح اقتله للولد. نعم سيدي. شو الوضع عندكم يا فوز؟ لقينا المرأة والولد. حاصرنا البيت وعم نستنى لتسلم حالها. أي الحمد لله. بالمناسبة اتصلت جولار وخبرتني انه فاطمة طلعت من البيت وما عم تقدر توصلها. يا ترى تواصلت معكم شي؟ فاطمة يا ربي فاطمة فاطمة
حبيبتي. يلا فتحي عيونك، يلا لا تعملي هيك. حبيبتي فاطمة، فتحي عيونك، بترجاكي انتي ما راح تموتي برصاصتي. فتحي عيونك فاطمة. حبيبتي دخيلك يا ربي، يلا لا تسوي فيني هيك. فاطمة انا حبيبك يا ربي يا ربي. حبيبتي فاطمة طلعي، لا تعملي هيك. يا الله يا الله يا الله، شو الامتحان هاد؟ فاطمة حبيبتي لا تموتي، فتحي عيونك احكي شي. مبين أثرها يا ترى؟ مو مبين. كدو يا رجال كدو. معقولة في وحشية لهالدرجة؟ ليش وقفت هون؟ اهدى. ولك شو اهدى، المرة هربت. اصبر شوي يا مشاهد. استسلموا واتركوا اسلحتكم. قربوا خدهم. معناتها هي كانت خطة المرة كمان. يا ريت لو إنها جابتنا على هالفخ من الأول وما قتلت أختي فاطمة. فاجأتوا؟ أخذتنا وقعتكم بالفخ؟ خراسوا لك حقير. أهدو. بعد عن طريقنا وإلا رح تندم كتير. مفهوم؟ جاي عبالي قتلكم، بس إذا أخذتكم عايشين لعن جولاك وقتها رح ينبسط أكتر. لهالسبب اتركوا أسلحتكم وإلا ما بتطلعوا عايشين منه. تعال جرب وشوف. لازم تقطعوا ايدينا لتاخدوا اسلحتنا. ديا ديا الجولاق؟ ايه جولاق. من اليوم ورايح كلياتنا تحت امر جولاق. رح نرجع كل اراضينا وبعدين رح نأسس دولتنا الخاصة. ايه نكتة حلوة. انتو امتى رح تفيقوا من هالوهم يلي عايشين فيه؟ لاخر مرة رح اقولها، استسلموا واتركوا اسلحتكم ولا رح تجبرونا ناخد جساسكن وبس. مثل ما بدكم. يلا خلصوا عليهم. احكينا وين راحت المرح؟ ما بعرف. قسما بالله هتفجر لك راسك. لآخر مرة أنا راح أسألك، احكي لوين راحت؟ ما عاد فيكم تلحقوها، لا تحاولوا على الفاضي. احكي ولك. حافظ واقف.